ألف 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 مليون مبروك لبطلات الرباعية. زي ما احنا شايفين قدامنا احتفال الحقيقة بأربع بطولات، موسم استثنائي ولا أروع، سواء للجهاز الفني، الجهاز الإداري، وكمان نجمات الفريق. الحقيقة استمتعنا بوجودهم معنا النهاردة في استوديو الأبطال. كابتن طارق ألف مبروك، رنيم مبروك، كابتن ماجد ألف مبروك، ندى، ميرال، الحقيقة استمتعنا بيكم، كابتن أكرم، سوريا، كابتن علياء، الحقيقة مبسوطين بيكم النهاردة. وعايزة بس من كل حد فيكم كلمة عن الموسم ده وإن شاء الله الاستعدادات للموسم اللي جاي. مبروك لينا كلنا، مبروك لمجلس الإدارة والنشاط الرياضي واللعيبة والجمهور رقم واحد، ما فيش أحسن من المكسب. وإن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية نبقى ستة إن شاء الله، إن شاء الله أفريقيا داخلة في النص، نبقى ست بطولات إن شاء الله. رنيم لا أحب أشكر طبعا الجمهور والجهاز والمجلس الإدارة، وإن شاء الله مزيد يعني من البطولات على مدار السنوات العديدة. إن شاء الله. الحمد لله وألف مبروك، ومبروك لمجلس الإدارة والنشاط الرياضي والجهاز واللعيبة، ومبروك علينا وإن شاء الله السنة الجاية أحسن. إن شاء الله. نقفل إن شاء الله يا كابتن ندى. مبروك لزمايلي والجهاز الفني والجمهور، وإن شاء الله السنة الجاية أكون معاكم. إن شاء الله ميرال. مبروك لمجلس الإدارة ولجماهير النادي الأهلي، ومبروك لينا وإن شاء الله السنة الجاية تبقى أحسن بكتير. إن شاء الله كابتن علياء. مبروك طبعا لكل الفرقة ومجلس الإدارة والجهاز والجمهور، وإن شاء الله السنة الجاية. إن شاء الله. سوريا مبروك طبعا لمجلس الإدارة والجهاز الفني والفريق كله، بصراحة كنت رجالة، ومبروك لكل الأهلاوية، وإن شاء الله السنة الجاية يبقى موسم أحلى بكتير. إن شاء الله كابتن أكرم. مبروك لجماهير الأهلي وهم فرقتنا الجميلة، جهازها نشاط رياضي ومجلس الإدارة، وإن شاء الله السنة الجاية زي ما كابتن طارق قال كده وستة من ستة إن شاء الله. إن شاء الله كلنا فخورين بيكم. إحنا والجمهور بنقول لكم شكرا على هذا الموسم الاستثنائي. والحقيقة بقى يلا، أنا مش أنا ما بعرفش أقطع طرط، فمين هيعرف يقطع طرط؟ يلا مسؤولة عن لا احنا كده تمام. زي ما هي. يلا كل الواحد اتفضل. يلا يلا خد السلسله من هنا عشان كله ايه ليه لازم بس